والله دار قراءة تاريخية للأحداث وشاف القصة يعني الاستوار تاعنا مع فرنسا، ولتلقاو رئيس دولة يقول كل مرة يكرر على الجزائريين أن يقووا الجبهة الداخلية، كيعود له ميساج نقوي الجبهة الداخلية، معناه كاينين جبهات خارجية تتربص بالجزائر. هذا هو المنطق الوحيد، ما كانش منطق واحد آخر. وما يخفاش لكل جزائري، العفو سامحوني، ما يخفاش على كل جزائري، راكم تسمعوا الإعلام المروكي اللي في الليب ويست يقولوا سي بوسيبل سبتمبر يبقى يافوار دي زيسكارموش ميليتير بيننا وبينهم. أنا بالنسبة لي كجزائري ننتظر الحرب تقام في أي لحظة، لو جور وين قال رئيس الدولة نحن ما نسعاش إلى الحرب، ما نخيروش الاختيار تاع الحرب، لكن اللي بدأوا علينا الحرب ما همش هما اللي راحين يخلصوها. هذا من جهة. من جهة أخرى نولي على بال فرنسا والمروك والكيان، والحدود الغربية، لا فرانس à partir du 5 juillet et un peu avant du 5 juillet elle avait fait des tentatives déjà en 1500 qui avaient fait échec. Elle avait fait échec, mais le jour peut-être des siècles عندهم un travail de longue haleine يخدموا خدمة طويلة المدى قرن زوج، يعني على بالهم باللي لازم الجزائر تحتل. وقتاش جاتها الفرصة؟ لو جور وين الإمبراطورية العثمانية دارت الغلطة، تحيتها تلاحت روسيا في معركة جوكوتي دلا بلغاري، ومن بعد دارت حرب في نابالنا 1927 طاح الأسطول، لوبيغ أوتومون عيط الأسطول الجزائري لافلوت الجزائريان، راحت لافلوت ثم تكسرت. ديجا ثم كان وارد باللي تدخل الجزائر، وإنما في ذاك الوقت الدي حسين وجماعته ما كانوش حاطين رواحهم هما انتوشابل. حنا رانا كجزائريين نو لي زونفون اي تي زونفون دي مجاهدين دو 1930 اون برومي و دو 1954 de second lieu et de 1965 à travers le réajustement politique de monsieur le président هو اللي بمدين الله يرحمه ويطيب صلاه ونسأل الله له ولنا الجنة إن شاء الله. La France ما تقدرش على الحرب عليك مباشرة، وبيناتنا رانا نلعبوا في الشطرنج، حنا عندنا كلكو بيس ماتريس وهم عندهم كلكو بياس ماتريس، اي سو تروف كو عندهم بوكو دو بيان بالعربيه البياذق، وما العدو الموجود في الحدود الغربيه الا بيدق من البيادق المعروفه، والبيدق هذا بإعاز كومون ديراج فرنسي امبريالي عالمي على رأس تتزعم فرنسا، خيرت لنا ان بياس ماتريس باسمها الكيان الصهيوني. والكيان الصهيوني ان جامي اكزيستي اي نيكزيست با اي نيا اوكون ريزون كيل اكزيست سي سني دون لي بوكان، باسكو اسرائيل سي اون انتيتي سي اون اوفر دو لا فرانس دو لانجلتير اي تو لي كريتيان دو موند. دونك كيلكو بار يا اون كروازات كي سانونس انتر نو et l'effort du mal de l'étranger. شي اللي حبيت نركز على خاوتي الجزائريين كلمة الجبهة الداخلية، واش معناه؟ معناه كل جزائري لازم يكون واعي باللي سي كوم اون ناسيون سي كوم اون فامي. المهم عندك دار، والجزائري يعرف واحد الكلمة يقول داري تستر عاري،
الواحد كيقعد في دارو محمي عنده ان توا عنده دي ميور، ساعات نهار يكون مليح نهارات كاين مش مليح، نهار كاين عيد ونهار كاين حزن، نهار تاكل مليح نهار تجيك بلايا من عند ربي ما تاكلش مليح، نهار تلبس مليح نهار ما تقدرش تلبس مليح. مي ليسونسييل تبقى عندك دار. دونك خاوتي الجزائريين والجزائريات اللي راهم يسمعوا بيا، وانا دوك بحكم يعني قراءتي للأرض الجزائرية وشعب الجزائري اللي أنا، الحرب إلى ما جات في سبتمبر كاين المؤشرات توقع توقع، لا ما يجي في سبتمبر في أكتوبر لا ما في أكتوبر. ليسونسيال لالجيريا يكون واعي باللي فرنسا ما خرجتش هي حابة من الجزائر، خرجت مكرهة، elle était contrainte obligée de sortir de ce pays là. Certes, on avait payé un lourd tribut, mais eux aussi. Déjà, l'orgueil était à Kassarnam, parce que la France, elle comptait pas quand même parmi les plus grandes forces du monde, pour ne pas dire la deuxième, si ce n'est la troisième au maximum. Mais Khalid Khalidjat Akneb. On a un peu tout le Jazair. Le Jazair, c'est le bit. Il y a une grande famille. فيها لو غران بير لو بير لو كوزان لونكل كيما نقولوا العائلات الكبيره بكري، يوقعوا لا زيزاني بين الخاوه ميم اونتر كوزان ميم سوفون اونتر لانساب ا ليجوندر دو بارسي او دو بارلا. مي تبقى عندك دار وين يجي النهار اللي تجتمع مع اهلك ونجتمعوا مع اهلنا ونتفاهموا على الخطوط العارضه. أما ذلك الوقت ما هوش للتفاهات، يعني شوفوا الجزائر هم داروش هذيك هم داروش هذيك هم داروش هذيك. أنا كل جزائر نقول له قبل 2019 الجزائر كوجود كانت مهددة في الوجود تاعها، بس كل خدمة اللي تخدمت نهار مات بومدين خدمة كبيرة، خدموا خدمة كبيرة ضد الأمة الجزائرية. كي نقول أمة معناه فيها عدة عائلات وعدة مناطق وعدة ثقافات، صافو دي نو سومي ناسيون سي ان انسومبل دو غروب دو غروب بوبولير اي سو تروف سي كوم دون اون ميم فامي دو فرير يجيبو نساب يزوج واحد يزوج اون فامي واحد يزوج اون فامي اي يا دي انفلونس دو بارسي دو بارلا. هذا كي شويه يجيب المراه اللي جابها تجيب له كيلكو زابيتود، الانساب يجي عندهم طوط ابيتود، يقعوا مشاكل داخليه، لكن تبقى داخليه. يبقى الاخ اخ والولد العم ولد العم والاب اب والابن ابن والام ام. احنا الجزائر هي امنا، ابونا هو تاريخنا، الاب تاعنا الشرعي هو التاريخ تاعنا، ويعلم ربي باللي عندنا لاعت التاريخ هو الأب. نحن عندنا أحسن تاريخ أحشرف تاريخ وأكبر تاريخ، وإن كان عانينا في بعض الأحيان كلكو باغ افيك دي فيبلس مومونتاني، مي اون اي توجور ريستي كو ميم ان بوبل ان بوبل كي يا توجور سو غاردي لا تيت بيان اوت. il y a eu les romains les byzantins les phéniciens mais le jour où il y a eu le message de Sidna Mohamed Ali salatu wassalam, depuis ce jour-là le Jazairi كان عنده أب برك قبل يدخل الإسلام ولا عنده أب وعنده إله اسمه ربي سبحانه عز وجل. لا استن لا قدروش نقولوا باللي الجزائريين كلهم ملتزمين بالشرع ويحبوا بلادهم ويدافعوا على بلادهم، عادنا ما نقص، لكن الجزائري الكابيتال تاعو هو دينه أرضه ووطنه وتاريخه. دونك الشيء اللي حاب نقوله انايا زاد تكررت ريسامون من عند سيادة رئيس الجمهورية كلمة تقوية الجبهة الداخلية، وربي وعاوننا باش تقوى الجبهة الداخلية. الناس اللي كان يسلك فيهم المخزن على رأسهم سعداني اللي كان حاكم
حزب جبهة التحرير، هشام عبود، أنور مالكة، وكل كل مصداتك تعرفهم كل. المروك تكشف أمام العالم ما اون با بوزوان دو ريسولتي اي سي تانسولتي لوي ميم باغتو لا ويل فا. لو ماروكان اللي المفروض يحسب على أصله محرشين، ممكن كيلكو بروبي غالوز اللي يزعموا المنابر في يوتيوب في لي ريزو سوسيو، مي اوفيسيالمون لو ماروك ما قدرش يهضر على الحرب وما يقدرش يسب الجزائر. بار كونت لالجيري دون مانيير اوفيسيال في الجورنال تاع لي شان الجيريان ايتاتيك نتكلموا عليهم، صافو دير كوا؟ صافو دير فقنا بكم وعلى بالنا بكم واش راكم ديروا، لكن انتوما بيادق ما تحيرولاش، حنا رانا لازم نكونوا موجدين روحنا كيما راهي الدولة موجدة روحها. مولش لي شيكي اللي راه يعزلكم الشمطة فرنسا، وحنا واش نقولوا فرنسا والشعب الفرنسي نقولوا الدعاء اللي خلاه لنا على المنادين الحليف، نقول اللهم اشغلهم بانفسهم واجعل كيدهم في نحورهم واخرجنا منهم سالمين غانمين، امين يا رب العالمين. باش يخرجنا ربي امنين سالمين غانمين لازم نكونوا حنا كونسيون دابور دو لا غير، ما نقولش دي دونجي سي لا غير. فرنسا مادام خرجناها من افريقيا ماهيش راح تسكت، بور لا بون اي سامبل ريزون، لو جور الا في اونفي دو بيتين لافريك الا سو شوازير، خيرت لابور دو لافريك دخلت للجزائر. بعد ما دخلت للجزائر الا في اونفي، الا في اونفي توت لافريك، اي لو جور وين الجزائر ولات الشرف تاعها ولات العهد تاعها خرجنا فرنسا من افريك. دونك سي توت افي نورمال، تي تافي نورمال ما يكونوش راضيين علينا. دي مامون هما ما يقدروش يكلموا علينا بطريقه حربيه ديريكت، واش يديروا؟ معولين الكلاب تاعهم. مالوريزمون الكلاب تاعهم وكل هما جزائريين ياكلوا ماكلتنا ويتكلموا كلامنا ويلبسوا كيما لباسنا، عندهم حتى طريقه ترد الامور يسردوها بطريقتنا. لكن ربي سبحانه عز وجل يظهر الحق. ذوك المجال اللي رانا طحنا فيه، يعني لي كونديسيون اللي رانا فيهم، الظروف هذه ربي راه يورينا خرج لنا الخيط الابيض من الاسود. الخيل اون با بوزوان دو ميدي كو جو لو تريت دان تريت اي سو كومبور ديجا كوم ان تريت. وعطالو زاد له ربي علامه واحده اخرى، جاء المروك يستقوى علينا وجاب لنا الكيان. احنا نقول له اهلا وسهلا ومرحبا بهذا الكيان ونحن له، لكن بشرط لازم الجزائري تاعو كان جاسي سمورا، يعني تجربتي متواضعة جدا ما مودست كونيسونس دو ليستوار اي دو لا جيوبوليتيك. انا ماني رشيد بير، ماني رشيد عمار، ماني مبروك باللالا، ماني نوفمبر 50، ماني والو. انا جزائري نحب بلادي وراني نحس فيها بلي راهي في خطر. الكلام تاعنا يكون نوصي ولادنا باش ما يامنوش فرنسا ويكرهوها، انا نقول هكذا ونكرهوها ولو بعد ألف سنة كما قالها بن باديس وكما قالها شيخ البشير وكما مات عليها شيخ العربي الدبسي اللي قال أوصيكم ببغضي فرنسا ولو بعد ألف سنة، وحتى كي تموتوا احملوا البغض تاعكم لا حتى قبوركم. لا باسكو هذو علماء كانوا صالحين، كانوا متبعين بالوطنية وبالدين وبالكفاح. العربي تبسي مسكين حرقوه بلاصيت، مي هذه هي الوصية. انا نقول لكل جزائري كن في المستوى تاع وصايا ابائنا واجدادنا احفاد بن باديس وشيخ الامير عبقر. لو دونجي مش نقول لكم نخلعكم نقول لكم إلي إيمينان، إلا إيتي طول طون إيمينان، سوف كو لا مرضي هذه تاع فرنسا معنا سي اون مرضي كرونيك كما ندي اون فيليير ميديكال، نقولوا سي اون مرضي كرونيك افيك إبيزود إيغو. إي سو تروف كو نو سام أون بيريود إيغو، إي أون بيريود فريمون إيغو. بوركوا؟ باسكو لا فرنسا لو مال اللي خططوا للجزائر طاح.
فيه هي ساتور لو مارشي ديال لو بوفوار داشا الي اتان لي دروا دو لانفون بافوي و لو فرونسي دوجوردي اي سو رانكونت بلي توت لا بوليتيك فرونسيز سورتو دي 20 30 ديرنيير زاني سي اون بوليتيك اون ديري كونتر لو سيتويان فرونسي وتحت فرنسا في اليد بني صهيون وهما الاعلام تاعهم يمعن على هذه الامور لكن احنا عندنا الاعلاميين اللي نحبوهم ويحبونا نحترمهم بليطو ويحترمونا وهما اللي راهم يقولوا لابيليتي وراكم تعرفون في الريزو سوسيو سامحوني على طول الكلام دونك الكلمه الاخيره باش رئيس دوله كل مره يقول لكم تقويه الجبهه الداخليه صافي دير سو كو صافي دير دوكا راه زمان الجد مش زمان اللعب اللي عنده مشاكل الماديه الاجتماعيه الخاصه مش هذا هو الوقت اللي نقول لك تسكت عليها لا ما تسكتش لكن الك الطريقه اول حاجه كل كلمه كي فا ا لونكونتر دو لانتيغي دو بيي ا كومونسي بيرسون نو سو دون لو دروا دو دينيغري ان ريسبونسابل بوليتيك او ميليتير الجزائري اللي دارها انا بالنسبه ليا اللي دارها راه طاح في الخيانه سواء دي مانيير فولونتير او بلوتو انفولونتير ou les fautes involontaires, on n'en veut pas. On n'a pas le temps de commettre des fautes d'une manière involontaire. Voilà qui m'a gagné la roue. Elle est Hussein Niyam Kaj. Bledna Fihatar. Et il se trouve que l'Algérie, peut-être Tahkem Markez, ou l'être hiya l'Afrique, pour ne pas dire juste l'Afrique du Nord, ou l'être hiya Titkellem Bism, les damnés de la terre, Mazlomé pour l'Arz. Ou Dalil ou Andalik, بلادكم حمد ربي انا نحمد ربي اللي عيشني ربي وشفت سور 192 ناسيون il y a eu 184 qui avaient voté pour l'Algérie كيما نقولوا l'Algérie le vote تاعها جابته avec excellence et d'une manière incontestable et indiscutable ça veut dire que les autres nations les opprimés de la planète Terre معلقين عليكم امال والامال نتوما الامال تاع الشعوب المقهوره لازم نوليو للمركز تاعنا اللي كنا حديثي الاستقلال ما تنساوش لكل شاب نقولوا روح حوس خويا اللي ديسكور تاع امبريزيدون اسمه هو بني بومدين انا نفعك بمعلومه واحده هذا الرئيس اللي عاش ما كسب مات ما خلى نتحدى اي واحد يقول من لا فامي تاع مسيو لو بريزيدون عمري بومدين كسب ولا عبث ولا دخل عصابه ولا كان رشي ولا مرتشي ولا بومدين عطالو مركز يحكم لازم توليو لهذاك العهد علاش بومدين في وقته كان الشعب بومدين كان قوي باسكو عند كان عنده شعب قوي دونك بيرسون نو فوز امبيش داتر فور اوجوردي باش الصبر الصبر على بعض النقص في الأبوال الصبر طنطن طن يجيكم غلاء يجي ويروح هاي غلات البصلة وغلات البصلة الستاديو تاعها وروحوا شوفوها لا بوم دو تير لي كورجيت المرجيات اللي مات ما شاء الله ذاك النهار درت فيديو جيت نلوحها في فيسبوك لقيتها كبيرة برك كش ما ندير لكم لايف شوفوا لي بري لا طوماطم موم والعين بربع الاف البصلة راهي بالقناطر يقول ولقد أبيت على الطوى وأظله حتى أنال به كريم المأكل بمعنى نصبر ونزيد نصبر الجوع وعلى أكثر من الجوع والصبر تاعي هذاك هو اللي لحقني باش ناكل كلام ناكل اكل كريم فيه لا دينيتي ناكل افيك دينيتي باسكو اون فان دو كونت لا جعت اليوم تاعك تشبع غدوة الا ودرت العلم تقدر تجيبه لا ودرت المال تقدر تجيبه نهار مي لا ودرت الوطن راك ودرت الشرف والشرف الا ودرته مره عمره ما يولي لك
مستحيل يعاود يولي. الحاجه الوحيده سي كوم اون بال اللي تخرج من دان بيستولي. لونور سي اون بال اون فوا تخرج من عندك ما تجيش تولي ليك. والدليل عن ذلك الشرف تاع المراريك عمره ما راح يولي. باش يمسحوا العار اللي راهم يبنيو فيه لازم لهم قرون وقرون، ولا ثوره عارمه، وان شاء الله تنطلق ثوره عارمه. الاخبار اللي راهي تقول كاين انشقاقات كبيره راهي توقع، وهزائم في ارض الواقع مع ثوار تاع الجمهوريه الصحراويه اللي نحييهم ونقول له ربي ان شاء الله يسدد الاسهم تاعكم. هذا المروك اللي ما قدرش على البوليزاريو ما يقدرش على الجزائر، جاب لكم مش الكيان الصهيوني. كي تقولوا كيان صهيوني يقولوا امريكا حاضره وانجلترا حاضره وفرنسا حاضره. دونك بهذه الكلمه نختم كلمتي، خلفت الرادار، درت الرابورت تاع البارح ولو البارح، ونقول لكم هاني في الاستماع. ربي ان شاء الله ينصر الحق، وربي ان شاء الله يخلينا دائما رسالنا مرفوعين والاعلام تاعنا شامخ، وقد ما نديروا للبلاد هذه والله الجهد تاعنا ما يساوي قطره من الدم تاع العربي بن مهيدي ولا بومبو العيد ولا اي شهيد من الارض الجزائريه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. المجد والخلود لشهدائنا الابرار. تحيا الجزائر، تحيا الجزائر على الدوام، والسلام عليكم ورحمه الله.